تبرعات الناس وكذلك أنتم تقرون عبر الهاشتاج. يلا توكل على الله يا شباب إلى في اليوناني وفي المكان الثاني. يلا شباب توكل على الله ومعكم الشباب هناك واكتبوا التبرعات على الصبورة اللي موجودة هناك. ونستغل اليوم تواجد الشيخ بدعاء لكل من ينفق ويشارك في مثل هذا الوقت. شيخنا الآن تصادم على التبرعات وحريصين كل الحرص على مشاركتهم في هالوقف وكلهم رحمة لأن الراحمون يرحمهم الرحمن ومن لا يرحم لا يرحم. هنا بعض التبرعات وبعضهم يقول تبرعنا بنية شفاء مريض. نعم. وبعضهم تبرع كتابة وكتب تبرعنا بنية صلاح الولد. نعم. وصلاح النية وكل إنسان عنده. نعم. سؤل وحاجة في خاطره. أقرأ عليك يا شيخ بعض التبرعات اللي وصلتنا قبل قليل. هنا صالحة حامد تبرع بسهم ب300 ريال جزاها الله خير. نادي عبد الرحمن ب100 ريال شرق الأسمري ب200 ريال أم ياسر تبرع ب100 ريال عبد الرؤوف محمد 100 ريال لافث بيتي قيمة سهم الفرد 300 ريال هدى تبرعت كذلك 100 ريال هدى هملان وكذلك خالد العتيبي ب500 ريال عائشة السميري ب100 ريال منيرة الزيت 300 ريال قيمة السهم علي القحطاني ب100 ريال عبد العزيز هيلم 100 ريال مرزوق الحربي بقيمة السهم 300 ريال خالد العتيبي 300 ريال فاطمة الأسمري 100 ريال هنادي بنت محمد 1000 ريال خالد الحربي 500 ريال وهنا كذلك تبرع بقيمة 1000 ريال من هيلة المطيري. تفضل يا مشعل معنا تفضل معنا حياك. طبعا المشاعر صراحة طيب وصلتك الهدية نبغى مشاعرك ثم بنرجع لي تفضل عندك لا عندك أنت إيش بتقول بعد الهدية. أنا من كلامها قالت نقطة قالت أتمنى أنك تحفظها فأنا ما راح أحفظها بيدي بالعكس بحفظها بقلبي فأنتي بطلة بإذن الله راح نتساعد إن شاء الله وراح تكون ما أدري صراحة مشاعر متلخبطة جدا. مشاعرك وطفلة يتيمة اليوم تتابع القناة والبرنامج وخاصتك أنت من بين زملائك كلهم بهدية أوصلتها لحد باب القناة وهي ترى في الجديدة يعني تبعد عن الرياض مئات الكيلومترات صح ولكن خاصتك أنت في قلبك شيء كبير حمل بالعكس بقلبي شيء كبير والله يجعلني فداس يا أخي ما أقدر والله ما أقدر المشاعر جدا عظيمة قشعريرة جدا الدموع متجمعة في عينك إيه أنا ما أبغى أزيد وبتنزل فأنا بحفظها بقلبي معليش بحفظها بقلبي يا قلبي أنت. طيب اليوم إحنا نتكلم عن الوقف اللي يخصهم وش بيقول مشعل؟ احنا اليوم يعني ودنا ان شاء الله الوقف يكتمل 27000 واحد مشاهدين لو كل واحد 300 ريال تغطى هالوقف وهالطفله اللي شاركت اليوم برساله لمشعل وزملائه هي من ضمن المستفيدين. بالضبط فزي ما اعطتني انا من هذا المكان اقول لها لس هديه خاصه من مشعل القحطاني عكس الاشياء اللي ان شاء الله راح نسويها لله ف 300 ريال يعني نقدر نصرفها في اشياء جدا بسيطه. فلما تعملها في آخرتك أفضل من تعملها في دنياك فبادروا والله يجعلني فداها الله يجعلني فداها. حبيبي مشعل الله يحفظك وهنيئا لك محبة الأطفال ومحبة الكبار والصغار يا حبيبي والله تستاهل والله يا أبا خش هذه ما حد يلمسها يلا سمك تستاهل الله يبارك لك. المشاعر مختلطة عند مشعل بعد الإهداء طفلة تقدم له هدية والله كلنا اليوم على الأيتام لأنه